السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا أعزاء. اليوم عندنا حلقة مهمة عن خبط البنزين بدرجات أوكتانية مختلفة. خلينا نشوف سوا، هل خبط البنزين المحسن مع البنزين العادي راح يرفع الرقم الأوكتاني؟ وهذا شيء هواية طلبتوا مني، فابقوا يا حلقة مهمة جدا. اليوم أنا جبت لكم نوعين من البنزين، هو بنزين محسن وبنزين عادي. طبعا جبت البنزين كل نوع من بنزينخانة مختلفة أو من محطة مختلفة، وقدامكم راح أقيس الأرقام الأوكتانية مالتهم، مال المحسن ومال العادي، حتى نشوف سوا إيش قد الأرقام الأوكتانية الحقيقية مالتهم. هسا نبدأ نقيس الأرقام الأوكتانية. نبدأ بالبنزين المحسن، شغل الجهاز. ندخل الجهاز بالبنزين، الحد العلامة المؤشرة، شوفوا دا يقرأ 92 92 92 هاي ثلاث قراءات 92، يعني بنزين الأوكتان مالته 92. شفنا سوا الرقم الأوكتاني مال البنزين المحسن كان 92، حتى كتبته على الدبة 92. هسا راح نقيس الرقم الأوكتاني مال البنزين العادي ونشوف ايش قد، وهم راح اثبته على الدبه. شوفوا هنا أنا راح اشغل الجهاز، افتح القبغ مال الدبه، خلي الجهاز يرست. ايه خلاص، هسه نخلي الجهاز بالبنزين، الحد العلامه المؤشره، الرقم 89، ممتاز 89. راح نعتمد القراءه الثالثه 89. إذا الرقم الأوكتاني مال البنزين العادي الجايبة الرقم مالته 89، راح أثبت هنا 89. هذا الرقم الأوكتاني مال البنزين العادي. هسه وصلنا للسؤال الأهم، إنه إذا خبطنا البنزين العادي ببنزين محسن هل راح يرتفع الرقم الأوكتاني للبنزين العادي؟ فهسه كخطوة أولى راح نخبط بنزين عادي مع بنزين محسن بنسبة 50% 50%. هاي العبوة تلزم لتر، فراح اخلي 500 مل بنزين عادي و500 مل بنزين محسن ونشوف النتيجه شلون تصير. هسه هذا البنزين العادي اللي قسناه سويا كان 89 الرقم مالته، خلينا ندير. وصلنا 500، شويه يحتاج بعد هذا. ونجيب البنزين المحسن ايضا قسناه سويا كان الرقم الأوكتاني مالته 92. طبعا اكو فرق طفيف باللون بين البنزين العادي والمحسن، البنزين المحسن شوي بصفار اكثر من العادي. هسه هذا صار لتر، ونجيب الجهاز نشغله. حانت لحظة الحقيقة، انتظروا وياي شوفوا. صار 91، ممتاز 91 91، القراءة الثالثة 91. إذن هذا البنزين كان 89، خبطناه ببنزين 92، فالبنزين اللي طلع المخبوط 91. هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه فكرة خلط البنزين بدرجات مختلفة فكرة ناجحة. يعني أنت إذا سيارتك مفولة 50% من الخزان بنزين عادي وجيت فولت فوقها بنزين محسن 50%، فعلا راح ترفع الرقم الأوكتاني للبنزين. الخطوة الثانية، ليش ما أخبط ثلث بثلثين؟ يعني ثلث بنزين محسن وثلثين بنزين عادي. ابقوا يا حتى نشوف شو تطلع النتيجة. هسه هذا البنزين العادي الأوكتانة 89، نخلي تقريبا 650 سي سي هذا بنزين عادي، ونكمل للألف سي سي بنزين محسن. هذا بنزين محسن. هسه نشغل الجهاز ونشوف الثلث بثلثين شغالة لو لا. تسعين صار، والله النسب مال اليوم بيرفكت، يعني
فعلا نسبة الخلط شغالة بالضبط. إيش قد تضيف؟ 90. شوفوا 90. نعتمد القراءة الثالثة. 90. هاي النتيجة كلش مهمة، تدل على شنو؟ تدل انه انت كل ما خبطت بنزين محسن اكثر والبنزين عادي كل ما يرتفع الرقم الاوكتاني اكثر. فهاي ايضا حبيت اسويه لكم حتى يكون عندكم فكرة واضحة عن الموضوع. زين، يجوز بعضكم يتساءل يقول ليش ما استخدمت بنزين سوبر وبنزين عادي؟ لانه اغلب المتابعين قالوا احنا بغداد عندنا بنزين لو محسن لو عادي. فاني تعمدت اجيب بنزين محسن اللي هو الاوكتان ريت مالته كان 92 وبنزين عادي. طبعا العادي هم يعتبر جيد بصراحه لان الاوكتان ريت مالته كان 89. فهنا أنا سويت التجربه بهذا النوعين من البنزين. زين، اذا استعملت بنزين سوبر، طبعا اذا استعملت بنزين سوبر والبنزين عادي ارتفاع الرقم الاوكتاني راح يكون اكثر من هذا اللي شفناه بتجربتنا اليوم. فانتوا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا باللايك والشير، واللي ما مشتركوا انا اشتركوا بالقناه حتى تبقون على تواصل ويانا ونسوي لكم تجارب اكثر من هذا النوع. تحياتي لكم.